اللي خايف من التكييف كهرباء ومصاريف، عندك ايديا عن مايديا؟ واللي معلقة ابنها علشان نسيه شغال، عندك ايديا عن مايديا؟ اللي تكييفه في الحر ما بيسقعش، عندك ايديا عن مايديا؟ واللي الصيانة مطنشاه ومقضيها في البانيو، عندك ايديا عن مايديا؟ تكييفات مايديا من اكبر مصنع للاجهزة المنزلية في العالم، باقوى تبريد واقل استهلاك للكهرباء وافضل صيانة، بضمان 5 سنين من ميراكو. تكييف مايديا يستحمل ويعيش.